يعطيكم العافية. اليوم وصلني هدية من حبايبي أدمن مجموعة كيميائي التوجيه مع المدرب. خلينا نشوف شو هاي الهدية. طبعا يعني حابب أشارككم المفاجأة اللي وصلتني من الأدمن. في ناس حمزة ليم وسماح وديمة ورؤى والصبايا والشباب صالح. خلينا نشوف شو هاي الهدية. والله شكلها بلوزة. خلينا نشوف شو هي. ايه كمان اشي شتوي. يا سلام يا سلام، ايش الحلاوة هاي. شوفوا 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 لوبيتال الكيمياء. الله يسلم ايديكم يا رب، يسلم ايديكم حبايبي. ان شاء الله عقبال ونفرح بنجاحكم جميعا. ما شاء الله، طلعوا شو مكتوب هون ورا. لا تقبل باقل مما تستحق. يعني هاي نفس الفورم تبع البلوزه الصيفيه تماما، عاملينها بس بلوزه شتويه. يعني هاي البلوزه راح ايش؟ راح نلبسها في البثوث الشتويه. كيف؟ شوف كيف؟ والله اشي نخب، يعني كانه مقاسي بالضبط. مش عارف كيف عرفوا مقاسي، بس اشي حلو صح؟ اشي فخامه. شوفوا هيك، لا تقبل باقل مما تستحق. فعليا اشي فخامه على الاخر. حبايبي القلب شكرا لكم، بحبكم من اعماق قلبي. شكرا على هاي الهديه، وان شاء الله بنرد لكم اياها بالافراح حبايبي، ونفرح في نجاحكم جميعا. شكرا لكم.